الآثار. وهذا السؤال هو أنه لماذا الحديث عن الغدير؟ هذه قضية حدثت قبل أكثر من 1000 عام وانتهت، أليس من الأولى أن ننشغل بالتحديات الراهنة التي تواجهنا ونواجهها؟ الجواب على ذلك على نحو الإجمال في نقطتين. النقطة الأولى، الغدير يمثل الخط الفاصل بين الحق والباطل. قضية الحق قضية محورية في حياتنا نحن البشر، معرفة الحق تمثل إحدى الحاجات الفطرية الأساسية للإنسان، كحاجته إلى الطعام والشراب. من هذا المنطلق، منطلق معرفة الحق، نحن نبحث أن النبي صلى الله عليه وآله نبي أولى. الآن إذا واحد يأتي ويقول قضية النبي قضية تاريخية، انتهت هذه القضية، فلا ينبغي أن نبحث أنه كان نبياً أو لا. شنو جواب هذا الإشكال؟ إذا واحد إجا وقال قضية وحدانية الله سبحانه وتعالى هذه قضية غيبية ميتافيزيقية كما يقولون، سأل الله واحد يكون له 3، ليش نبحث عن أن الله واحد أو 3؟ الله عنده ابن أو ما عنده ابن؟ الملائكة بنات الله أو مو بنات الله؟ فلننشغل بالتحديات الراهنة التي تواجهنا ونواجهها. هذا المنطق صحيح؟ معرفة الحق وبالذات في هذه القضايا الرئيسية له موضوعية في حد ذاته. إذن الغدير يمثل الخط الفاصل بين الحق والباطل، ويجب علينا أن نبحث حول قضية الغدير حتى يتبين الحق من الباطل. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية، الغدير لا يمثل فردا فقط، وإنما يمثل منهجا. عندنا منهج الغدير وعندنا منهج السقيف وعندنا مناهج أخرى. الغدير لا يمثل فقط فردا ولا يمثل فقط قضية تاريخية، وإنما يمثل منهجا كاملاً.